أرغمتهم المعارك على ترك منازلهم ليصبحوا لاجئين في عدد من الدول المجاورة كالأردن ولبنان والعراق وتركيا. لم تكن رحلتهم سهلة، فقد عانوا الأمرين، ومنهم من أصيب قبل وصوله. قصف وقت الصواريخ والطيران في الدبابات. أسوء الأوضاع، الأوضاع شردونا، يتم الأطفال، رملوا النساء، قتلوا الختيارين. ومن الحدود التركية السورية إلى مخيم الزعتري بالأردن نفس المعاناة، بل أشد وطأة بسبب الحرارة المفرطة ونقص المواد الغذائية والأدوية. وضع صحراوي، لا مريض ربو أو مريض سحايا أو غيره، يعني مثل طفلتي هاي مثلا معها مرض ربو، مع هيك رمل، وضع عدم. أسعفتها خلال 3 أيام، صرت مسعفتها 6 مرات. حتى اليوم يوجد في مخيم الزعتري 3269 لاجئ سوري، فقد دخل أمس 245 لاجئ إلى المخيم. وندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود المملكة الهاشمية الأردنية. ويقول الأردن إنه يأوي أكثر من 150 ألف لاجئ سوري فروا من بلادهم منذ مارس 2011. وقالت إليزابيت بايرز المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج تمكن من مساعدة 542 ألف شخص، وكان يأمل في تقديم العون ل 850 ألف حتى نهاية الشهر الماضي.